بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلماء إن الجبال تساهم في تنقية الماء العذب الذي نشربه، وتساهم في نزول المطر وتشكل الغيوم، وتعتبر مصدرا مهما للماء. هذه الحقيقة العلمية أشار إليها القرآن قبل أكثر من 14 قرنا عندما حدثنا عن الماء الفرات وعلاقته بالجبال الشامخة. يقول تبارك وتعالى: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. والرواسي الشامخات هي الجبال العالية، أما الفرات فهو المستساغ المذاق. والسؤال: أليست هذه معجزة تستحق التفكر؟